بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي دكتور ياسر صادق، استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه بمعهد القلب القومي وجامعه حلوان. النهارده حابب اتكلم عن سؤال بيشغل كتير من الناس. انا لو عندي انسداد في الشرايين التاجيه في اكتر من شريان، او عندي انسداد مزمن، هو لازم اعمل قلب مفتوح؟ الاجابه لا. انت حضرتك ممكن نستعوض عن اجراء عمليه القلب المفتوح بفتح الشريان مزمن الانغلاق لفتره طويله بالطريقه العاديه او بالطريقه العكسيه. وكمان ممكن في حالة الشريان الجذعي لو في ضيق يستوجب عمل جراحة، ممكن نستعوض عنه بعمل دعامات دوائية حسب ما يتراءى للدكتور وحسب ما يتراءى للهارت تيم اللي هو بيتكون من استشاري أمراض القلب واستشاري جراحات القلب. شكراً.